نسيب ملف كأس الأمم ونروح للأهلي والزمالك والشد والجذب الأخير، حضرتك جواه ولا بره؟ طالما انا في المنظومه الرياضيه بكون جوه بحجم دوري، يعني انا مش دايما ابقى موجود في، طالما في هيئات ومؤسسات، احنا دوله مؤسسات يعني. لما اقول دوري كره القدم، ما هو يعني اتحاد الكره بيديره، مسؤول عنه مسؤوليه تامه، وكل نادي هو بيشتغل شغله علشان بينافس، وبصفه خاصه الدوري السنه دي من اقوى، يعني اقوى دوري انا شفته 2011 من 10 سنين دي حقيقة. تقريبا حجم رعاية عالي جدا، حجم تعاقد لاعبين كبير جدا، حجم التنافس كل يوم ما تعرفش مين هيبقى فين يعني. وده سواء في القمة او القاع يعني، وده من البداية اكتر من مرة كنت اقول احنا الدوري يا جماعة حتى لو في مشاكل، المشاكل دي ناتجة ان هو حجمه كبير، حجمه كبير جدا يعني. فبالتالي لما بتحصل مشكلة يعني انا بكون مترقب، يعني دخولي كوزير شباب والرياضة مش كل حاجة فنية بدخل فيها. انا عندي 2020 مع اللجنه الاولمبيه عايز المنتخبات تتعد بشكل كويس، عندي مشروعات قوميه كبيره جدا ابقى بعدها بشكل كبير، عايز اطور منظومه الرياضه الرياضيه، عايز اعمل اسس يعني كتيره وموحده، عايز اعمل الرياضه والصحه وتكون موجوده في عندنا مشاريع للكره الفقيره واكثر احتياجا، بنبتكر وي كرييت سمثينج يعني، احنا بنبتكر حاجات كتيره جدا، ده شغل اساسي معانا. مشاكل اللجنه الاولمبيه اذا كان في، الحمد لله ما فيش مشاكل، خلصنا مشاكل كتير بشكل بنائي. الاتحادات اللاعبين عاملين نموذج مختلف في رعايه اللاعبين السنه دي. لما بيجي بقى مؤسسه، كل اتحاد مسؤول عن اداره موقفه، بس لما بتطلع لمستوى اعلى او مستوى كبير اكيد لازم يبقى في تدخل يعني ايه في حدود يعني. لكن الكوره دايما بقول هي عنوان وبرواز كبير جدا للرياضه، فالمشكله اللي في الكوره كل الناس لازم تحس بيها وكل الناس لازم تبقى موجوده فيها. مشكله اهلي وزمالك واتحاد الكوره موجوده، احنا مع الاتحاد من خلال الاتحاد نشوف ايه اللي ممكن يتعمل، احنا يعني معاه. وبنقول برضو للنادي الاهلي ونادي الزمالك واتحاد الكوره، يعني مصر كلها بتحب الكوره وبتحب تشاهد وتتابع، بدليل ان يعني الماتش الاخير الزمالك ان هو يعني ندخل الاستاد نلاقي 90,000 بالشكل ده ويحصل التنظيم ده ونفوز، ففي حب كبير للمصريين للكوره يعني.